في بادرة هي الأولى من نوعها بجامعة شجرة، عقد الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف رئيس الجامعة لقاء مفتوحا مع رؤساء الأقسام العلمية بالكليات، وذلك في إطار سعيه لتدشين مرحلة جديدة من العمل الدؤوب للارتقاء بالعملية التعليمية. وشهد اللقاء الذي جرى في حضور وكلاء الجامعة مشاركة 165 رئيس ورئيسة قسم من 24 كلية موزعة على 8 محافظات، حيث فتح المجال لمناقشة أبرز الصعوبات والعقبات التي قد تعيق سير العملية التعليمية وطرق حلها وعلاجها. وتسعى الجامعة من خلال لجانها المختصة لإعادة هيكلة أقسامها وتخصصاتها لتواكب متطلبات سوق العمل وتتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي في هذه المحافظات. تشرفت اليوم باللقاء مع رئيس جامعة شجرة الأستاذ الدكتور علي محمد السيف ووكلاء الجامعة الكرام. كان اللقاء جدا رائع ومثمر ما بين المذكورة أسماءهم ورؤساء الأقسام بالكليات الجامعة. كان اللقاء شفاف كما ذكروا وكرروا هذه الكلمة كثيرا في طرحهم لمواضيع عدة كانت مثمرة، ناقشنا فيها مواضيع جدا متعلقة برؤساء الأقسام والأقسام نفسها والصعوبات والعوائق اللي بنواجهها. كل هذا الحراك حقيقة وهذا التواصل من رئيس الجامعة تعطينا رسالة مفهومها ومفادها أنه أنا قريب منكم وعلى استعداد تام لتذليل كافة الصعوبات وكافة المعوقات حقيقة في سبيل تطوير الجامعة والوصول بها إلى أهدافها التي تتواكب مع رؤية ولاية الأمر ومع رؤية المملكة 2030، ونحن حقيقة سعداء بذلك وبتحمل هذه الأمانة.